السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة خديجة أم أحلى بنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. أنتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا هو الفقاس اللي غادي ندير لكم هذا النهار. هذا فقاس كيجي رائع بصراحة وساهل ماهل. غادي ندوزوا المقادير وطريقة التحضير، فبقوا معايا لآخر الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير أنا غادي نعطيهم لكم بالغرام. عندي هنا 250 غرام، يعني رابعة ديال اللوز اللي أنا مقطعه شرائح غير بالموس. عندي هنا 150 غرام، 150 مليلتر عفوا ديال زيت المائدة، و 150 غرام ديال السكر. عندي 6 ديال البيضات. هادو عندي معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة جلجلان، معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، هادو معلقة معلقة. عندي خمارة ديال 8 غرام، وعندي هنا كيلو ديال الدقيق. هادو هما العناصر اللي غنخدمو بها. بالنسبة للطريقة كما كتشوفوا، غادي نبداو بالخميرة، غادي نقربلوها. هاد النواشف غادي نخلطهم بحدهم. غادي نخويو اللوز ديالنا على هاد الدقيق، وغادي نخويو هاد المكونات حتى هما كما كتشوفوا. هادو غادي نخلطوهم مزيان. علاش درنا هاد الطريقه هادي جديده؟ لان ملي كنخويو اللوز على العجينه دائما كيمشي لنا فواحد الجهه وحده، وكنبقاو نقلبوا عليه ونعلقوا في العجينه حتى كيولي لنا العجينه بطاطيه وما كتعطيناش الفورمه ديال الفقاس. هذا علاش درنا هذا الشيء. هذا ودابا غادي ان شاء الله بالسوائل، معهم السكر ومعهم واحد القبيصه ديال الملح اللي ما وريتها لكمش. كما كتشوفوا قبيصه فقط لتصحيح الذوق. دابا غادي نخدموا هذا البيض، هذا معاه السميده حتى تذوب لنا. ودابا غادي نضيفوا الدقيق. كنخلطو براس الاصابع، دائما كندخلو الدقيق مع داك المكونات، مع داك النواشف في هذا البيض، هذا السوائل. بهذا الشكل هذا غادي نزيدو. هنا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الزهر اللي نسيتو. كما كتشوفوا العجينه ديالنا ما كتكونش ثقيله بزاف وما كتكونش خفيفه بزاف، لان الا خففناها اول حاجه كتسيح لنا، والا درناها ثقيله اول حاجه كترتق لنا الفقاس ديالنا في الفران. للدهن هنا كندير شويه ديال الحليب، شويه ديال الزهر، كندير واحد المعلقه ديال الكاكاو المر. ودابا هنا غادي نقسموه على اربعه.
نديروا الحلبة على هذا الشكل هذا متساويا. ودابا غادي ندهنو وهنا غادي نديرو واحد الخطوط زيكزاك وغادي ندخلو الفران وندير العافيه من التحت ولكن ناقصه ناقصه مره الماكسيموم وغادي نخليه يطيب. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا كيطيب من الفوق ومن التحت بدون ما يتشقق ولا شي حاجه. دابا راه مازال كنخليه حتى الصباح عاد غادي نقطعو كيجرالو حتى شي حاجه. حبيباتي وصلنا للنهاية ديال الفيديو. هذا هو الفقاس ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا ساهل في التقطاع ما كيتهرش الشاي كيجي لذيذ غادي تجربوه وغادي تعرفوا. شكرا على المتابعة شكرا على الدعم ديالكم شكرا على اللايك ديالكم الجميل. الى اللقاء.